راه هاد الناس راه والله لا حسوا بيك بالله، راه الكرش الشبعان كاع ما كتسول في الكرش جيعانه. هاد الناس هادو اللي دابا يا شبعانين ما عارف حتى شحال كدير البطاطا لا الصندوق ولا الديطاي ولا للكيلو ولا هادي، راه ما غاديش يحس بك. عباد الله اللي مازال ما وصلوش الخبر يمشي يسول على راسو، واللي ما كيتقداش يمشي يتقدى. راه الدرويش راه تقصح، الخدمة قلت، الفرص ديال الخدمة كيقلوا بغادي يوم على يوم، والمسلعة إيه اللي ديال التريسيان ديال البلومبي ديال الحداد ديال النجار، راه كلشي تزاد. إلا بغيتو تبقاو ساكتين راه غادي يجي رمضان غادي تدوزوه بالطلبة، غادي ترجعوا ليامات ديال طلبوا الزيت وطلبوا الخميرة وطلبوا الربيع، راه هادشي اللي بقى لينا. ونطلب الله سبحانه وتعالى هاد الأمة هذه ديال هاد البلاد تحرك شي شوية وتحس، وهذوك الناس اللي شادين هاد البلاد يحسوا بهذوك الناس اللي مش اللي كيتسناو هما، حنا نشوفوا هما يشوفوا فينا، راه فعلا شافوا فينا وراه كيربيو فينا التربية ديال الصح. كلشي كيتزاد، وليتي كتوصل للسوق كترجع غادي ب4000 ما تكفيكش، غادي ب2000 ما تكفيكش، مشيتي للسبيطار تندم وتقول الله من قصاب الله داك المرض وما نجيش عندهم. لا اله الا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، والله ياخذ فيهم الحق. كل من هو كي الغرض دياله هو يخسر ويزيد على خو المسلم، الله ياخذ فيهم الحق، الله ينتقم منهم كاملين. طلب الله سبحانه وتعالى هذا النداء هذا يوصل ليهم، ويوصل حتى هذوك الناس اللي باقيين كيتسناو يهضروا غير تحت منهم، واش فيهم الخلعه واش فيهم ما عرفت شنو شادهم، الله اعلم. راه ما هضرناش على روسنا ولا ما قلناش، غير اقل حاجه هضرنا وصلنا على صوتنا ليهم، عسمعونا اقل حاجه يسمعونا، راه حنا مضرورين، راه هما ما عارفيناش حنا مضرورين، والله محال واش عارفين، لو كان عارفين مضرورين كره داروا لينا شي حاجه، راه ما يمكنش هما غادي يشوفونا حنا مضرورين وغيبقاو هما يزيدوا فيه. وما مادام تيزيدوا وحنا ساكتين خاشين راسنا تحت منا، الا وراه هما غادي يديروا اللي بغاو، وغتبقى غاده بحال هكا الى يوم الدين. الله وعسى هاد الناس يعيقوا ويكون خير ان شاء الله. وعليكم السلام اختي ام غفران، تحياتي لك. السلام عليكم. شكرا اختي، شكرا اختي ام غفران. كي دايره عندكم نتوما الدنيا تما كاين في النواحي ديال البلاد ديال المدينه ديالكم، كي داير كاين شي زيادات ولا كاين القضيه باقا هي هي؟ كي دايره الثمن ديال الخضره ديال الديسير، واش تزاد ولا باقي عندكم كما هو؟ لحقاش حنا هنا في المدينه ديال بن سليمان راه تبارك الله الخير كاين على الزياده، كاين على الدق والسكات. سلام خويا، لاباس عليك، الله يحفظك.